شو بشوفه؟ مجاش هلاين. من هو هذا المجاش؟ نجلاوي اللي راح يجيب البرودة. انت والله اشجع مثل اللي قاعد على نار. الله وكيلك اليوم طول النار ويحكي عن هالبارودة. قرقع مخي يا زلمة. يقطع غلبتك يا صافي. لا أدري وما اشتغلتوش شيء، كان ظليت تهذرب. لا يا عمي، حتى اسأل اسماعيل، احكي له اسماعيل بحياتك. لا والله يا عمي صافي ما قصر. طيب شو سويت اليوم؟ قشينا تحت الزيتون وحفرنا حوالين الزيتونات الصغار. يعطيك العافية. الله يعافيك يا خوفي، هاللعين عمره ما يرجع. اي اسكت يا ولد، اهدى، يقوم يجي ويسمعك. اي ما يسمع يعني، خايف منه؟ بعدين بتوخذش الباروده وبتضلك داير في القريه تلولح بيديك. ان كان بده يستعبدني بدل هالباروده بديش اياها. اخرى الحكي بدك تحرمنا اياها يا حمدان؟ الله يساعد اللي بدها تاخذك. ليش يا اخوي؟ خير ان شاء الله. بدك تخزق طبل الذانها وانت بتبرم. لا والله على سلامته صافي، هي صدقني اللي بدها تتجوز وغير تعيش عيشة هنية. الله يخلي لنا اياك يا اسماعيل، والله مالي فزع في هالقرية غيرك. بس من وين يا حسرة؟ اني اللي بدها ترضى تاخذني. اسكت عاد، اسكت اسكت، ولا ليش كاتل حالك على البارودة ها؟ رجعنا للتنقير يا حمدان. ولا تنقير ولا شيء، لما الصبايا يشوف انك وانت حاط البارود على كتفك بدهن يقولن هذا مش صافي اللي بقينا نعرفه. طيب يا حمدان ظلك احكي وبكره بنتواجه. والله أنا خايف لتكون واحدة من غنمات اللي ضاعت، بدي أروح مطمن لأنه هالغنمات مقلقات بالي. يا رجال بيقول إنها لأبو حسني. لا يا أخوي أنا بدي أروح أطمن. إيه؟ خلص بالي مشغول والله. وش هدو يا ناس؟ خير إلا بيعهن وخلص. يا رجال شو تبيعهن؟ إيه؟ خلص يا أخوي طلع من نفسي. أيوة وقعت يا حمدان وقعت. اسكت يا ولد، ترى ما ظل في عقلها. سلامة عقلك، روح بيه غنماتك روح. اسكت يا صافي اسكت، يلا امشوا امشوا تروح دنيا غربت. يلا نجلاوي، طولت الغيبة يا رجال. مشوارنا بعيد يا ابو عايد، ايام واحنا بنمشي وهينا وصلنا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وين البارود يا نجلاوي؟ خذ يا صافي هذه بارودتك.